يا ستار شوف هاي البنية أنا كاتبة فوق كلام بالأجنبي أوكي وحاطة الفلتر ومبتسمة. إيش حيصير؟ حتجينا الصدمة. إيش أسوي؟ شال عمان نفس شال قرف يا ربع تتخيلون هاي البنية عندها 50 مليون متابع على تيك توك؟ 50 مليون متابع. سلام عليكم هلأ اي شباب التزعالي وفيديو جديد فيديو يا ربع على ترند الصدمة اكثر ترند يمكن راح يصدمنا بالتيك توك هذا تمام طبعا هو ترند ما تغيير بس قبل لا يصير هنا الصدمة ويصير التغيير هنا يطلع لك واحد مخلي فلتر يعني مطلع نفسه بشع بعدها يطلع هو يعني شكله الحقيقي راح يصير هنا الصدمة الربع قبل نبلش هذا الفيديو فجروا المقطع لايكات خلينا نوصل هذا المقطع فد 3000 لايك نقدر ربع 3000 وكواي منكم يا ربع يعني تقريبا 90% مدري 80% ما مشتركين بالقناة يعني قاعد يبيعون اي انت وانت تتابعون بس ما بيشتركين نزلوا جوا اشتركوا بالقناه وهذا الانستغرام جدا مهم تابعون عليه وبس يا ربع خلينا نبدا طبعا كالعاده يا ربع الترندات الاجنبيه تنافس الترندات العربيه وبصداره طبعا هذا الترند الاجنبي اللي هو اسمه لوك ات مي مصورين عليه 483 الف مقطع تيك توك تخيلوا 400 الف وشنو باسبوع واحد باسبوع واحد 400 الف مقطع تيك توك والعرب مصورين عليه فخلينا نشوف مجموعه من الفيديوهات الاجنبيه وبعدها نروح للعرب عندنا هنا الفيديو الاول مال هاي ابنه اجنبي اوكي نشوفه لوك والله مو مبين انه هي طالعه من مسلسل او هيك يعني فيلم مال انمي يا ربع هالمكياج اللي حاطته شوف شوف هنا التغيير اللي صار ترى ناشوار ما شنو طلع له والله مبين ابنه طالعه من مسلسل مال انمي مو لا تمام نشوف الفيديو اللي بعده اعوذ بالله شوف انا ايش حاطه طبعا هذا مو شكلها خاف تقول على تقول اعوذ بالله على شكل بنيه هذا مو شكلها هي البنيه لعبه بنفسها وحاطه فلتر تمام فهنا انا ما اعرف وين قاعده اعتقد انه حفله ما تخرج وهي شيء حاطه فلتر هذا يبين انه ترى فلتر مال ولد لوك فك في لحظه انا المي فاهم شيء غلط وهذه قامت تضحك اعتقد انه هي الفلتر الثاني من وقفته ما اشتغل وياها قامت تضحك على هذا الشيء يا الربع شوفوا شوفوا هنا أنا. فلتر هنا حاطه وجهك وين لعب ما صار بس اذا اقول لكم شغله راح تنصدمون بيها هالبنيه جابت على هذا الفيديو فوق المليون لايك تقدرون تطبون على الترند وشوفوا جابت فوق المليون لايك بس على هاي الحركه اللي سوتها والشغله انه طلعت هيك عفويه الله يرزقنا بهالعفويه ونجيب ملايين لايكات عندنا هنا ولد يا ربع اذا تشوفون الفلتر اللي حاطه مغير شكله 180 درجه وما اعرف ليش هذا الفلتر يعني يبينك انه الرجال بشع شلون راح تقول على ولد الرجال بشع هنا الفلتر هذا بيه هنا بيه لحيه وبيه شوارب اذا تشوفون لحيه وشوارب بهذا الفلتر يستخدموه الشباب والبنات المهم هنا خالي الولد فلتر وحاط ومسوي الحركه اللي انا ما احبها اذا اشوف شكله بلا فلتر حمسين لوك ات مي ما اعرف اكثريه الناس اللي مسوين هالترند شو شخصيات الانمي تمام هذا الولد اعتقد شايفه بمسلسل انا مع العلم انا ما احب الانمي بس شايفه هيك مسلسلات كرتون هيك سوالف كلهم يعني تحسهم طالعين من مسلسل مال انمي ما اعرف شلون المهم نشوف الفيديو اللي بعده وصلنا جماعه الصدمات يا رب بعدين تشوفون البنيه حاطه فلتر كالعاده وشوارب ولحيه وهيك مغير شكلها هاي هواي مو مثل الباقين نشوف والله التغيير طبعا هسه هو يعني التغيير كلش حلو وصارت صدمه صح صارت صدمه يعني بالبدايه شوفوا اكثر شيء هو ينطبق على ابنه لحيه وشوارب بعدها تتغير شوفوا التغيير اللي صار هنا أنا بس اكو شغلات اللي انا ما احبها انه اتنرفز من عندها انه ابنه من نظرة تتموع قدام الكاميرا وخصوصا بترند ترند ما تغير شوف التموع اللي صار ليش هو ترند ما الصدمه ترند ما تغير ليش تتموعين بيه بس ادتهم ليش؟ لو الاجانب يعني كل شيء عندهم فري هاي الابنيه مو شفناها قبل شوي ولا لا اعتقد لا ما شفناها شوف شوف سوى بالحركه مالتها هذا من البنات هيك نوع تخليك تنصدم صدمه حياتك اشوف اشوف الفيديو اعتقد انه البنيه نسيت تخلي فلتر بالتغيير الثاني اعتقد انها نسيت بس هي البنيه حلوه بس ما اعرف ليش مسويه هيك بشكلها شوفوا ما اعرف حتى ايش قاعد تحكي ايش تسولف ما ادري عندنا هنا هذا الولد الصيني ما ادري الياباني ما اعرف هذا اللي يصيح ماما تمام هذا ما عشان يسوي شكله انا لحيه وشوارع ليش ما تنصدم على الاول يعني ولا شايفه دائما يطلع لي فيديوهاته ويصيح ماما وماما بس باع البدايه طبعا هو كوميدي شوفوا البدايه شو يسوي
عندنا نانا ولد مطلع نفسه بهيئة المعلم، ما أعرف هناك يم الأجانب ليش يطلعون دائما المعلم المدرس بهيك هيئة، بس عندنا بالعراق يعني شيء مختلف. تمام؟ أوكي شو هيسوي؟ لا الناس اللي تتميلح وتتموه حالهم حال البنات يعني ما أعرف، هو ترند يعني ما تغير، بس ليش تسوون هيك حركات؟ يسوون نفسهم إنه هم كول. عندنا هنا بنية أوكي. طبعا دخلت دخول حلو يعني تسجيل دخول كلش حلو اوكي اشوف والله، بس يا ما حاطه فلتر ولد، شوفوا الدقه مال التصوير الدقه اللي يحلم بها كل يوتيوبر، هاي الدقه والله، بس دخولها مفاجئ وبدون فلتر، غيرت يعني ملابسها احا دقه التصوير فظيعه، انا دور الدقه مال التصوير اوكي يا ولد حيسوي اقول لكم شغله، اوجد الفرق بالصوره الاولى او بالفيديو الاول اللي عنده، شوفوا هنا بالبدايه شو مسوي، مغمض عيونه بعدها فتح عيونه، شنو صار؟ صار اكو رعد فوق بالسماء، اوجد الفرق. انا شفت الفرق واكيد انتم شفتوه، بس اوجد الفرق، كتبوا لي جواب التعليق شنو اللي شفتوه، كم شغله صارت بالفيديو. يا ستار شوف هاي البنية نانا كاتبه فوق كلام بالاجنبي اوكي وحاطه الفلتر ومبتسمه، ايش حيصير؟ حتجينا الصدمه كالعاده. هاي البنية شايفه البنية اللي قبل شويه شفتها جايبه مليون لايك على الفيديو، نانا حابه تقلدها حاطه فلتر وبعدها نفس الفلتر عايفته. اي عود هنا انا هم نسيت طلع نفس الفلتر، بس يعني شغله واحده ما تنجح مرات، يعني شغله واحده تنجح بس ما تنجح مره ثانيه اوكي، بس هم جايبه مليون لايك يعني اجانب بعد تعرفون. ايش اسوي؟ ايش اللعبون نفس؟ ايش القرف؟ لحظه ايع يعني الربع تتخيلون هالبني عندها 50 مليون متابع على تيك توك؟ 50 مليون متابع، ايش هالحركات المقرفه؟ قرف قرف، حاطة ايدها بخشمها، شو اللعب مال نفس؟ نشوف والله نشوف. هاي البنية اللي كانت تسوي حركات بوجهها وجابت ترند. طبعا انا اعرفها مو ما اعرفها، بس ليش 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 حاطة ايدك بخشمك؟ ليش تلعبين بخشمك؟ بس بهذن الحركات، شوفوا ذن الحركات هنا أنا. بس بهالحركات جابت 50 مليون متابع، اتخيل بهالحركات 50 مليون. واو. عندنا هنا أنا حجية. اوكي حتى الحجية، بس هي ما حاطة هنا فلتر. احا دا تلعب حديد يا الربع ترند وما تغير، بس هي هنا دا تشوف الحجيات الباقيات يعني بجيلها، الحجيات الباقيات دا تشوفها يباعوا. انا هنا حتى انا الحجية العب حديد، مو بس الشباب يلعبون حديد، لا حتى انا حجية، بس حلو شوفون حتى عندها عضلات وكذا، واو حجية. عندنا هنا ابو الصوف اول واحد بالفيديوهات العربيه وبالشباب العرب اوكي، قاعد هنا بسياره وحاط هذا الفلتر البشع، بعد راح يطلع شكله بدون فلتر. طبعا ابو الصوف يعني شيء اكيد احنا ما راح نصدم عليه لان دائما نشوف فيديوهاته، فاوكي نشوف الفيديو اللي بعده. عندنا هنا رجال صاعد بسياره هم حاط فلتر اوكي، اسمه نانا اسمه فهد السالم، ده تشوفون بالبدايه حاط فلتر بس بدون لا عقال ولا عرق شين ولا هاي الشغلات مال الشيوخ، تمام بس تغيير والله يا الربع. عندنا نانا ولد اوكي لحظه لحظه شو اسمك؟ ما اعرف شو اسمه، المهم ايش سويت انت؟ يعني هو ترند حلو بقى حتى العالم يعني يا اخي يسوي حركه حلوه حتى العالم تنعجب بالفيديو ماتك وتخلي لك لايكات، شوف اسوي عنده 297 لايك ما اعرف قد جاي فيديو ماته مشاهدات، بس سويت حركه يعني مقرفه صراحه. شوفوا شوفوا شوف انا وش حاط، حاط الفلتر اللي دائما يحطوه بهذا الترند، ايش سويت انت بالبدايه هنا؟ اي شو شو شنو هالحركه؟ طبعا هي خلصت الكلام اللي هنا اللوك ات مي خلص، وبعدين انت ظليت تحكي ويا الكاميرا مش حكيت، وبعدين طلعت يعني بدون فلتر، ليش يا اخي؟ هاي تعلم حركات من الاجانب ويجي يسويها من بين العرب. عندنا هنا الولد اللي بعده اوكي لابس فوق ما اعرف شنو هاي، شنو اللي حاطه فوقه بس يفوق بلعبه؟ ايش حاط فوقه؟ ما اعرف يعني بيجامه وصله ما اعرف شنو اللي حاط فوقه ما اعرف، اوكي نشوف. Look at
كالعادة الفيديو مات هذا الولد حلو، بس اكو كلام ده يقوله بنص الفيديو ده يخرب علي، يعني خلص الكلام انا قاعد اسمع انه هو خلص الكلام، تسمعون انتو نفسي انه لوك ات مي خلاص، الاجانب هسه ما مسوون هيجي، ما مسوون الشيء اللي ده يسوي العرب، شوفوا الفيديو مات الولد، سمعوا شو راح يقول. ايه شنو الحركة اللي صارت هناك؟ وحركة انا ما دا تنمر، بس هو دا يسوي شيء يعني ما قاعد يعجب. انا هسه كمشاهد مو يوتيوبر دا اسوي ردة فعل، لا انا كمشاهد شغلة مو حلوة هنا صارت. هسه كالولد بعدها صارت اكو فد شغلة هنا صار حلوة والولد حليه وهاي، بس اكو هناك كلام انا يعني شوف يا ربع مثل ما شفت ذني مجموعة الفلاتر اللي خلوها على الفيديوهات وصارت ترند، يعني فلتر يسوي العالم ترند يم الاجانب يجي يم العرب، تمام؟ مثل ما شفت هذا الفيديو، اتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا به. طبعا انتهيت مطفي السبلت حتى ما يطلع لكم صوت بالمايك، ايش قد مدللكم انا، تمام؟ اذا لحد هسه ربع ما مخلي لايك اتمنى من يمكم وتخلوا لايك، نوصل هذا المقطع 3000 4000 5000 لايك اللي يعجبكم اللي على لسانكم، تمام؟ وهذا الانستغرام مهم كلش كلش مهم، هناك دا اسوي فد اسئله دا اجاوبكم على الخاص ما مخلي واحد ما رد عليه، تابعونا على الانستغرام. بس كان اخوكم علي، اشوفكم فيديو جاي، اذا اكو فد شغلات حلوه ترندات تقدرون تكتبوا لي اجوبه بالتعليقات، يعني ساعدوني. كان اخوكم علي، اشوفكم فيديو جاي، مع السلامه.